السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا النهارده في جوله جديده من جولاتي افتكار بين امريكا. جولتنا النهارده هتبقى في كوسكو. كوسكو نزل الشتوي، نزل حاجات شتوي للاطفال حلوه جدا. لقيتها لما جيت المره اللي فاتت، بس قلت لازم انزل مخصوص واصورها لكم. انا صورتها هنصورها النهارده دلوقتي مع بعض، وهنشوف مع بعض الحاجات دي علشان لو حد حابب يلحق الشتوي من اوله عشان نازل بدري يلحق. تعالوا نشوف مع بعض. هنا وانا رايحه ناحيه الملابس هلاقي طبعا الاستعداد للهالوين، وهلاقي اللي هو اللبس زي التنكري والحاجات دي موجود كتير، والزينه بتاعه الهالوين وحاجات زي كده. وبعدين هنروح على قسم الاطفال، ومنزلين برضو قسم الملابس، منزلين برضو هنا سجاد سعره حلو جدا برضو، وخامات وتحفه. احنا كده اهو داخلين على قسم ملابس الاطفال، هنشوف الحاجات الشتوي اللي نازلة. في عندي ده شبه يعني شبه دريس كده شتوي، قميص شتوي معاه هودي اهو، شكله لطيف جدا. اللي هي القماشة دي اللي هي الفرو، دي المقاسات بتاعته من 5 سنين ل16 سنة، وسعره 13 دولار. هو دي شكله والوانه اللي هي الديجرادي، مش لون واحد بس في كذا لون. ده كان نازل منه السنه اللي فاتت الارواب، كنا جبناها السنه اللي فاتت، كانت بنفس الالوان دي ونفس الخامه دي. هنا بقى في ده اللي هو اللي هو زي الجامب سوت، يبقى قطعه واحده برضو نفس السعر من 4 ل10، وبال13 دولار. في منه الفوشيا، وفي منه اللي هو الشكل فروزن، وفي منه الناحية الثانية الولادي بيكاتشو سبايدر مان. في هنا بقى بتبقى بيجامات اديداس، بس دي صغيرة من 2 ل6 سنين اهي، شكلها الصراحة تحفة، وخامتها مش تقيلة قوي يعني، تنفع في البلاد اللي هي مش برد قوي، والوانها جميلة. في اللون اللبني ده، وفي ده جميل قوي برضو، حلو قوي حلو قوي. البيجامات دي بحبها قوي، الحاجات الاديداس بتاعتهم جميله. في لسه اهو تاني الناحيه الثانيه من 5 سنين ل7، كل دول ولادي حلوين جدا. وفي دي برضو ست، دي طبعا برضو من 2 ل7، دي برضو بس خروج، حلو قوي الصراحه، الوانها تحفه وشيك جدا للولاد اهو، للولاد اللي بيدوروا لولادهم، شيك جدا صراحه، حلوين جدا، الواناتها تحفه. هنا بقى نازل جواكت اللي هي زي السويت شيرت، دي من 5 6 سنين ل16 سنه، ده كيلفن كلاين. السويت شيرتات دي تحفه الصراحه، بتبقى حلوه قوي خصوصا اليومين دول جو برد شويه الصبح، والولاد رايحين المدرسه فبيبقوا محتاجين حاجه زي كده تبقى خفيفه يلبسوها وهم نازلين الصبح، ويحطوها في شنطتهم وهم راجعين. ده بقى جاكيت كبير، بقى كبير ومتبطن، يعني متبطن ومعاه تاني واحد تاني من تحت، ده 3 في 1 زي ما هو كاسر 3 in 1 اهو. هذا كده لما فتحته من جوه هتلاقوا ده كده ممكن بيتخلع ويتلبس واحد تاني، فهيبقوا 2 جاكيت جوه بعض. حلو قوي برضو، لطيف وسعره حلو ب20 دولار. ودي الوانه، في اللون ده الجراي في الموف، حلو قوي. وده برضو من 5 سنين ل16 سنة، وسعره 20 دولار، حلو جدا. وده في منه اللبني، اللبني ده ينفع ولادي لان من جوه لبني في اخضر. دول بقى البيجامات دي حلوة جدا، كنت برضو جبت منها السنة اللي فاتت. بوما شكلها تحفة على الولاد، سعرها 19، و هي نظام سويت شيرت وتيشيرت خفيف نص كم، وبنطلون اللي هو بنطلون رياضي. دي جميلة جدا برضو. هنا دي بقى بيجامات نوم، 4 قطع من 6 سنين ل16 سنة، في منها البناتي
وفي منها الولادي. بس مشكلة البيجامات دي ان بتبقى التيشيرت قطن والبنطلون فرو، فمش عارفة مش بفضلها الصراحة، يعني بحسها مش عملية انها ان التيشيرت خامة والبنطلون خامة. فهو انا بحب ان الاثنين يبقوا نفس الخامة عشان الولاد يستفادوا، يعني لاني معنى ان الجو برضو ان انا محتاجة البس بنطلون تقيل يبقى اكيد محتاجة البس تيشيرت تقيل. يعني في هنا ده نظام يعني اللي هي البيجامات الخريفي، بنطلون رياضي ومعاه 2 تيشيرت، واحد نص وواحد بكم، دي ب$15 حلو قوي. ودي الوانتها في الشكل ده، في الشكل ده جميل جميل قوي، والوان البنطلون بتاعتها حلو قوي. ودي برضو الشكل ده حلو خالص جميل برضو. في بعد كده هنا البنطلونات اديداس، دي من بس مقاسات كبيرة بقى، من 8 سنين ل20 سنة، دي طبعا ولادي كلها. ومعاها هنا الشيرتات جنبها، الهودي بتاعها، البنطلون ب17 والهودي ب20، يعني انت ممكن تعملي تريننج ب37. ده نظام زي الجاكيت اللي هو الفرو ده بهودي برضو، ده ب$14. وفي منه نوع اولادي، يعني ده بناتي اللي هو كله فرو، وفي نوع الولادي ده بالنسبة لسعره حلو برضو لو حاجة كده خفيفة يعني مش تقيلة. دي بقى الجواكت اللي هي بتاعت الكبار، بتاعت الاطفال الصغيرين سوري، من 12 مانس لاربع سنين، حلو قوي الواناته، حلوة قوي. ده الولادي، وفي الناحية التانية البناتي اهو. ودي بقى بنطلونات البناتي جميلة خالص، تحفة الواناتها جميلة. وده طاق، يعني هو 3 قطع اهو، جاكيت وبنطلون وفي تيشيرت من تحت، حلو جدا ما شاء الله لونه تحفة. بس زي ما قلت لكم دي مقاساته صغيرة اهي، من 12 لاربع سنين، لو عندك طفل صغير هتبقى حلو. دي بقى الجاكيت الكبيرة، من 5 سنين ل16 سنة، جاكيت اهو شكله تحفة جميل قوي وحلو قوي التدريجة اللي فيه دي، وزي ما قلت لكم هو لحد 16 سنة. وفي ده البناتي، وفي ده ولادي الازرق والزيتي، ده حلو قوي الصراحة جميل. وفي هنا عندي برضو حاجات بيبيهات من 6 مانس ل5 سنين اه، برضو حلوين دول، نظام جامب سوت. في منهم اشكال اهو، في ده الدونات جميل لطيف برضو، ده الولادي الازرق واللبني في الاحمر تمام. لسه هنا برضو تبع حاجات الاطفال، هنا من ده من 3 سنين ل10 سنين، 4 قطع بيجامة، بيجامتين مع بعض قطن طبعا، بس دول مشيتهم خفيفة قوي، يعني هما ب$15 بس بحسهم مع الغسيل بيرخوا، مش بحب القماشة بتاعتهم، قماشتهم مش لطيفة، يعني مش قماشة الماسكة نفسها. هنا بقى في حاجات كتيرة، في زي طقم اهو، ده ايه ده، ده انهي واحد، ده اللي ب$7، ده ب$7 اه، طقم اهو، مقاساته من 2 ل6 سنين، ده حلو جدا بالنسبة لسعره، $7 طقمين، وطقم تيشيرت وشورت وتيشيرت وبنطلون، ده تحفة. في هنا الليجن 3 مع بعض، في بقى بنطلونات، في بنطلونات لافايز، وفي هنا الليجن، دول حلوين جدا كنت جايبة منهم برضو، حلوين حلوين دول. ادي اسعارهم اهي. هنا برضو لسه قاعدين في لبس الاطفال اهو، هنا ده سلبتات من مقاس 3 مانس ل24. هنا بقى دي البيجامة ولا هودي، لا ده هودي مش بيجامة، هودي ب$14، شكله تحفة الصراحة جميل قوي، والواناته جميلة، ده جميل وده برضو جميل، سعرهم جميل ب$14. في ده برضو جميل، حلوين قوي الفلة دول وخامتهم حلوة. كده احنا دخلنا بقى على تيشيرتات البولو، بنطلونات برضو يعني اهي مقاسات كلها تيشيرتات اهي، ادي شكل التيشيرت على البنطلون، هم حاطينهم جنب بعض.
وده نظام بيجامة ومعها الليجن اهو. دي الفكرة اللي بقولكوا عليها، ان التيشيرت يبقى فرو البنطلون هو اللي يبقى قطن مش العكس. بحس ان العكس مش عملي الصراحة. هي الواناتها دي ب$13، لطيفة برضو كده. متهيألي دي اخر حاجة في لبس الاطفال، بعد كده هندخل على الليدي. ده الليدي ده نظام ثلاثة بيسز، بنطلون وتيشيرت وشورت وتيشيرت. لونه حلو برضو، بس هو البنطلون هو المنقوش والتيشيرت سادة. ده لون وده لون وده لون وده لاكي براند من حاجات يعني معروفة، هنا بتلاقوها دايما في المحلات. وده بنطلونات رياضية، دي بنطلونات عادية. في هنا نظام زي سويت شيرت خفيف يعني خريفي، يتلبس في اليومين اللي زي بداية الشتاء كده، بداية الشتاء. في هنا برضو جواكت، دي ايه دي اطفال لسه، دي كده اطفال. ده طقم البومة، الطقم ده كنت جايبة منه السنة اللي فاتت لبنتي، هو جميل جدا. الجاكيت الموضوع الفيست ده حلو بالنسبة لنا احنا هنا في كاليفورنيا، البرد مش جامد. فعندنا هو شايفين الولادي بتاعها حلو قوي الولادي. والبنات اللي في اللون ده الفوشيا، في اللون ده الفاتح، ده ب$20، ثلاثة قطع، معاها تيشيرت وتيشيرت بكم ومعاها بنطلون رياضي، والبنطلون بتاعها جميل. وفي هنا برضو جواكت بس دي صغيرة بقى، من 2-6، ده بتاع مرسمالي إلسا وأنا، وده ورود، وده اللي هو ينفع ولادي. هم أحلى حاجة أن عندهم فراريتي، يعني هتلاقي ولادي وبناتي عشان ايه ما حدش يزعل، يعني كله موجود ان شاء الله. بعدين هحاول ابص على الحاجات الشتوي اللي نازله للحريمي. طبعا في حاجات بتبقى رجالي، تيشرتات وبنطلونات. ميزه هم منزلين الشتوي بدري، فالمشكله ان احنا محتاجين يعني ننجز، يعني ما نستناش علشان خاطر هتلاقوا المقاسات بتخلص. فعشان كده انا صورت لكم الفيديو علشان تلحقوا تنزلوا، عشان اكيد في بلاد اصلا لسه الجو فيها حر، يعني ما حدش هيتخيل ان الشتوي بدا. احنا عندنا من البلاد الحر والشتوي بدا ينزل اهو. فلو انتوا بتحبوا اللبس بتاع كاسكو زي يبقى تنزلوا دلوقتي. في شايفين الجاكيت ده شكله جميل جدا، الواناته حلوه، ده ليديز، ده ب$15، شكله طبعا تحفه، مش هتلاقوا جاكيت بالسعر ده. هنا بقى زي الجاكيت ده بس فيست، ده خفيف خالص، ده ب$13، بس التاني حاساه ماسك نفسه اكتر، ده خفيف قوي. في ده برضو لطيف اللي هو بتاع المطر المزحلق ده، هتلاقوا بيعمل صوت. دي الوانه اهي، ده ب$15. هنا دي تيشرتات عاديه نصكم، الواناتها حلوه جديده، الواناتها جديده اهو شكله، ده ب$7. في هنا متهيالي دي زي بيجامات ولا ايه، نفتحها ونشوف عشان مش باين لها عدله من قلبها. ده زي تيشيرت كده، نظام تايجر هو، ده ب$13. في هناك بنطلونات فله او فيلا، $16 اهي. دي الالوان بتاعتها، في الاسود وفي الجراي وفي الكحلي. هنا رجعت للركن الاطفالي في ستاند، كنت عايزه اوريه لكم الدراسات دي. هي تنفع زي دلوقتي، ان هي ميزتها انها بكم، شايفين شيك ازاي، و $17، يعني سعرها حلو جدا. بصوا الواناتها، ده في هنا ده اللون اللي هو المتدرج طالع موضه، تحفه طبعا اهو. وبص الحزام اللي فيها جميل ازاي. في هنا برضو دي الدريسات بتاعت كارترز اهي، دي برضو يعني خامات كارترز تحفه، غسيل واللبس زي ما بيقولوا، مش بترخي خالص. شايفين الواناتها حلوه جدا طبعا الحاجات دي، بس دي اخرها 7 سنين اهي. الواناتها يعني فيها كذا لون، الاثنين دول اثنين درس ب$15، دول حلوين جدا. دي بقى درسات كبيرة يعني بتاعت بنات كبيرة 16 سنة، دي ب$10. دي درسات اللي نازلة دلوقتي.
بعدين الاقي الدريسات عادي التول بتاعتي، بس ايه بقى طالع اللي هو دلوقتي بقى التول كله مش تحت بس اهو، شكلهم لطيف برضو. دي برضو حبيت اوريها لكم في اللبس البناتي بتاع الاطفال. البيجامات الحريمي انا مش لاقياها، السنه اللي فاتت كان في تشكيله بيجامات حريمي، لو رجعنا للفيديو بتاع السنه اللي فاتت اللي انا عملته زي الوقت ده كان في بيجامات حريمي تحفه، وكانت في اللي هو زي قمصان كده بهودي كانت جميله برضو. دي للاسف مش لاقياها، كل اللي نازل بنطلونات زي ما انتم شايفين اهو، وسويتشيرتات وجواكت رجالي، اكتر منه حاجات بيت يعني. مش عارفه هينزلوا تاني ولا لا، عموما انا لو جيت ولقيتهم نزلوا تاني نبقى نصور فيديو تاني، بس انا شايفه التشكيله بتاعه اللبس الاطفال جميله جدا، وعشان كده انا حبيت اجي واصور لكم علشان خاطر تلحقوا زي ما قلت لكم. انا كده خلصت الجوله بتاعتي النهارده في كوسكو، زي ما قلت لكم هي كانت جوله على اللبس الشتوي مش جوله في كوسكو ككل يعني. يا رب اكون عرفت اوصل لكم الحاجه وافرجكم بطريقه لطيفه، واكون سهلت عليكم واكون ضفت لكم معلومه جديده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الدعم، والسلام عليكم ورحمه الله.